الحشوة والتعامل زين وحلو، وما حسيت بأي ألم أثناء وأنا قاعد أسوي السن. محتاجين أبرة؟ لا محتاجين أبرة، وإن شاء الله أكرر. أنا عندي فاجأة تحصلنا أنا. عندك حشوات بعد الفحص؟ خلال الشغل اللي اشتغلناه لك هي طبعا حشوات وان شاء الله تكون بسيطه، بس انت كنت خايف احسك صح؟ اي مجرد قبل دكاتره شوية كان تعاملهم مو زين، ويعني من كنت اجيهم وكنت اشعر بالم وهاي، فصار يعني عندي صار عندي انطباع. بس اكيد مو قصدهم، اكيد بيجي اكيد اكيد طبعا صح لولا الاطباء كلهم اكيد ماكو فرق بيناتنا، كلهم يقدمون خدمه اكيد اكيد. اي بس انت يعني ارتاحيت يمنا صحيح؟ اي اهلا وسهلا. اكو مراجعين يرتاحون مع دكتور معين. اكو شخص يرتاح مع حلاق معين ما يبدل. فهاي الحالة موجودة يعني. اي وكنت انت تعاني من التسوس صح؟ عندك كثير تسوس مأثر على منظر اسنانك. صحيح. البارحة اختك شنو اسمها الله يخليها صغيرة؟ بيار. ميار. من رجعت وحشينا لها رجعت في البيت، شنو كان عندها الم من اكلت عليها؟ لا 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 طبيعي جدا. ايش قالت لك بالله؟ من سوينا لها حشوات يمنا؟ نصحتني اني اجي لحضرتك. نصحتك؟ قالت لك ماكو الم ماكو لا لا اصلا ما ذكرت شيء اسمه الم. ما ذكرت؟ كانت فرحانه صحيح؟ اي لان حضرتك سويت سنونها بشكل حيل زين. طبعا اكو فشي اريد اقول، صوتك كانه ما تصلح بالمستقبل اعلامي، احد قايل لك انت يرهم لك اعلامي او شيء؟ المدير مال المدرسه مالتي قبل بالعظميه بالشيخ بغداد. حضرتك من بغداد؟ اي اهلا وسهلا. ايش قايل لك المدير؟ قال لي صوتك حلو يصلح علامة. شوي علي صوتك بالله حتى نشوف النبره مال صوتك، صراحه انا عجبتني، تفضل. قال لي صوتك حلو يصلح الصلاة علامي على هذا صوتك. والله صراحة فعلا صوتك قوي وثابت، تصلح تكون إعلامي إن شاء الله. شد حيلك واحتمال أني أحتاجك ببعض الفيديوهات اللي بيها صوت، أريدك أنت تساعدني بالصوت من نتكلم على موضوع معين. راح تأخذ رقمي من والدتك وتتواصل وياي، أي سؤال عندك أي استفسار أي مشكلة تخص الأسنان تخص الصحة تواصل وياي. تمام؟ اوكي، يلا شرفتنا، مع السلامة.